لكن الغريب والمفاجأة والعجيب واللي ما كنتش أتوقعه إن واحد يعمل اللي هيعمله ده. شاب مصري ادعى أنه مريض بالسرطان، 4 سنوات يقول إنه يحارب سرطان الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم حلقة جديدة إن شاء الله بإذن الله. موضوع غريب جدا، يعني أنا بتكلم جد والله. بقى كل واحد وليه أسلوبه في اللعب بعواطف الناس على اليوتيوب. في اللي بتعمل غلبانة ومسكينة ويعني حالتها صعبة وبتعمل لها أعمال طبعا صدفة جت، اللي يعني مش عارف الأمور معاها إزاي وصلت لمليون مشترك. دي حاجة من غرائب وعجائب وطرائف اللي بنشوفها في اليوتيوب. كل واحد وله اسلوبه، ودي اختارت اسلوب الشحاته واسلوب التسول واسلوب لما التبرعات واسلوب يعني حكاوي الاهاوي وحكاوي الاهالي مع بعض كده، يعني واخد بالكم، وعرض مشاكلهم وخناقاتهم وحواراتهم وتفاصيل يعني ازماتهم النفسيه والعاطفيه والجسديه كله مع بعض. تمام، دي نوع اختار كده عشان يوصل على اليوتيوب. وفي نوع تاني اختار المسخرة وقلة الادب ونعناوين الزبالة والقصص الغير محترمة زي حنف السيد. حنف السيد انا انتقدته في 30-40 فيديو قبل كده واثبتت كذبه، وهتلاقي الروابط النقد بتاع الناس دي كلها تحت في صندوق الوصف، وهتلاقوها في اخر الفيديو في فيديوهات اللي هتطلع بصورها في اخر الفيديو. ده واحد بني ادم اختار ان هو يبقى سافل، انا مش هقول اكتر من كده. واحد اختار ان هو يتكلم في قصص و زنا محارق، مش الكلمه والله اقسم بالله تقيله ان انا اقولها، انا مش حابب ان انا انطق اساسا الالفاظ اللي هم بينطقوها، ومع ذلك نجح رهيب. ده اختار كده، اختار اللي بيجذب المشاهد الغير محترم وما اكثرهم، وان هو يحكي له الحكايات القذارة وقلة الادب، فهو عارف فحقق برضو مليون تقريبا مشترك ومشاهدات بالملايين. يعني احنا على فين رايحين بجد؟ فكل واحد وله اسلوبه، وده اسلوبه خلاص، قلنا فن الشحاتة وفن التسول والصعبانيات على الناس. وواحد اختار ان هو يحكي قصص غير محترمة وغير مهذبة، وفي قناة كمان واحدة ست بتطلع بشكلها عادي وبتحكي قصص وتقول الفاظ وتسرح بخيال المشاهد في حاجات غير محترمة. انا مش فاكر اسمها، هحط لكم دلوقتي صورة الفيديو بتاعها او اي حاجة منها عشان تبقوا عارفينها، يعني ما الاشكال دي محدش بيحفظ اسمها يعني. فكل واحد وليه اختياره وكل واحد وليه اسلوبه اللي بيحب يجذب بيه الناس. لكن الغريب والمفاجأة والعجيب واللي ما كنتش اتوقعه ان واحد يعمل اللي هيعمله ده. ايه اللي عمله؟ خليكم معايا بقى كده، يعني انتوا ركزوا. احنا قلنا خلاص كل الانواع اللي هي الحقيرة يعني اللي ممكن تدعمه، ودي احقر انواع اللي انا شفتها. لكن الغريب ان واحد يدعي المرض بالسرطان ويطلع كل يوم يقول خليكم معايا ويحلق شعره ويعمل، تعال نشوف حتة كده ونرجع تاني. شاب مصري ادعى انه مريض بالسرطان، 4 سنوات يقول انه يحارب سرطان الدم، احيانا يحلق شعره بيديه، ويبدو بغاية التأثر لخسارة شعره الأسود الفتي، يستمر بذلك إلى أن يحلق كامل شعره. وضع شعره الذي حلقه في علبة معدنية يجدد أمله بنمو شعره من جديد. شعاره بات هاشتاج قمصان أقوى من السرطان، بل وتم تكريمه على أنه أقوى محارب للسرطان، فبات يتابعه 10,000 من المتابعين. والدته تقف إلى جانبه، إلى أنه مؤخرا قال إنه أوشك أن يخسر المعركة. النهاردة ناس طلعت تشهر بيا وتقول أنا مش تعبان أصلا وبعمل كده عشان أتشهر. التحاليل هي الإشعة، إشعاعات، تحاليل كلها. بعد ما شفنا إيه ده؟ ايه ده؟ لا ده حاجة مش طبيعية، ده الولد بيتصور في الأوضاع اللي اتأكد إن هو مريض بالسرطان. ربنا يحفظنا، اللهم احفظ يا رب كل شبابنا وكل بناتنا وكل كبير مننا والصغير من المرض ده، يا رب تجاوز عنهم يا رب وارحمهم واشفيهم واغفر ليهم يا رب بمرضهم، ده اغفر لهم كل ذنوبهم.
مرض خطير لعين يا رب. يعني انا والدي ووالدتي الله يرحمهم ماتوا بالمرض اللعين ده، فعارف قسوته وعارف قد ايه الامه صعبه جدا جدا. فانت واحد طالع بتمثل عشان تكسب جمهور وتاخد تعاطف وتبقى ترند، عايز مشاهدات وعايز متابعين، انت ايه يا اخي؟ انت حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انت مش واخد بالك انك بتكسب التعاطف ده، انت بتسخب من ناس تانية مرضى حقيقيين. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، انا دخلت مرة مستشفى بتاعت ال، مش قادر يعني، انا اسف بس والله كان منظر الناس يقطع القلب. انا ما كنتش عامل حساب والله ان يعني اتأثر بالشكل ده دلوقتي معاكم، فانا اسف جدا. ما علينا، فلقيت يعني انا خرجت قلت يا رب الحمد لله، يا رب احنا في نعمة، احنا في نعمة، اللي عنده صحته ده بالدنيا كلها. فانت ازاي بتتاجر بحاجة زي كده؟ عايز تكسب الناس وتعاطف الناس، ده حاجة احنا هنشوف ايه تاني يعني. طبعا بخلاف اللي في ناس تانية ما قلتهاش، اللي بتطلع زوجاتهم معاهم لابسين لبس قط ولابسين مش عارف ايه ولابسين ايه، يعني ده في حاجات مسخرة على اليوتيوب. يا جماعة اي فيديو انتوا بتعملوه على اليوتيوب ده شاهد عليكم في الاخرة. يعني اي فيديو بتعمله بدون ضمير وبنصب وتكذب على الناس ده هيبقى شاهد عليك في الاخرة، وانت مش هجيلك قلب تمسح. يعني انت هتتوب وتيجي تمسح، اف ما لحقتش تتوب وتمسح، الفيديوهات دي هتبقى عليك مش ليك. فكل واحد عنده قناة على اليوتيوب ارجوكم تحروا الدقة من الكلام. الفيديو ده ممكن يبقى ليك خير وممكن يبقى ليك لعنة، فانت حسب الكلام اللي بتقوله وحسب محتواك. اللهم بلغت اللهم فاشهد. نرجع بقى لمرجوعنا، الولد يعني عاش الدور جدا ومثل على الناس وياخد الحقن ويعمل، وامه ومعاه وتتصور معاه، لم متابعين لم مشاهدين. الموضوع سمع جامد جدا، ودي النقطة اللي ما كانش عامل حسابها ان ممكن في يوم من الايام يقع الوقعة دي. يعني في ناس بعتوا له رسائل يا ارحمنا، انت مش شكل مريض، انت مش شكل مريض، انت راجل بتلعب بعواطف الناس وبمشاعرها، ده مش مرض الكانسر اللي بيبقى عليه العلامات بتاعتك ديت. وفي ناس قالت ملاحظات كتير، يعني شعرك المفروض يقع فانت بتحلقه الموجود الباقي عشان ميبقاش المنظر وحش، مش انت بتحلق كده. وحواجبك زي ما هي ما تأثرتش، بالمفروض بياخد كمية، مش عايز اخش في ديتيلز كتير، لكن الحقيقة المرة ان الولد ده طلع فعلا مش مصاب بالكانسر، وحب يعمل فورورد كده ويعني يجمع متابعين. سبحان الله يا اخي، ده انت بتدعي المرض ومش مرة ولا اتنين، وطالع كل يوم عمال تتكلم مع الناس وانا عملت ومش عارف ايه والحقن والاشاعات. ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ اقسم بالله العظيم جبروت. مش عايز اطول على حضراتكم، يعني النيابة طبعا حققت معاه، وانا مش بتكلم في الموضوع ده خالص ومش هتكلم فيه، ماليش فيه، بس فعلا هو اعترف وقال الكلام ده، انا فعلا كنت. تعال نشوف حتة كده ونرجع تاني للفيديو ده. النيابة العامة المصرية استدعت القمصان الشاب فأكد عدم إصابته بالمرض، وأكد أكدت تحريات الشرطة أنه ادعى المتهم كاذبا بإصابته بمرض واتباعه أساليب احتيالية للتظاهر بذلك، وأن غرضه من هذه المزاعم تحقيق الشهرة. هو ده الزمن اللي مش عايز أقول والله العظيم، الناس مالها؟ يخرب بيت الفلوس، يخرب بيت الفلوس، اقسم بالله. يعني انا قناتي يا جماعه والله 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 انا بحاول يعني احاسب نفسي قبل ما احاسب على اي فيديو. فهو ده، كل واحد مها ليه اختيارها، مها نجمه صدفه جات، كل واحد اختياره، حنف السيد ليه اختياره، كل واحد هيسال على اختياره، على المحتوى بتاعه، الا اللعب بمشاعر الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان معاكم هاني، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشيروه في الخير، وربنا يحفظنا ويحفظكم من كل مرض ومن كل سوء. سلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.